طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. صحيفه اخبار اليوم: العمليات المشتركه توجه الجيش الوطني للتقدم نحو صنعاء. ومن العرب الجديد: معارك صنعاء تغلق المخابز والمتاجر واسعار المواد تشتعل. ومن الأخبار المنوعة: رضيع بريطاني يحصل على قلب جديد لإنقاذ حياته. ومن الحياة: السجن لرجل زعم أنه أحد الناجين من اعتداءات باريس. أهلا بكم. يخيم التوتر على أجواء صنعاء وتنتشر الاشتباكات في مساحات متفرقة. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فإن صنعاء يسودها توتر بين الحوثيين وقوات والقوات الموالية للرئيس السابق، مع مواجهات في محيط العاصمة لليوم الخامس على التوالي. وقال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن انتشارا مكثفا لدبابات ومدرعات عسكرية تتركز شمالي المدينة حيث حاضنة الحوثيين الشعبية. وأضاف سكان في أحاديث متطابقة لمراسل يمن مونيتور أن دبابات عسكرية انتشرت على خط شارع المطار مسنودة بأطقم عسكرية متوقفة تحت المساكن وأسوار جولة الجمنة. وقال المراسل إن العاصمة صنعاء انقسمت بين شمال خاضع لسيطرة الحوثيين وجنوب خاضع لسيطرة حزب صالح، مع انتشار واسع للحوثيين ونصب نقاط تفتيش عديدة. وأضاف المراسل أن شمال العاصمة حاضنة للحوثيين وتشمل أحياء الروضة والحصبة والمطار والجراء، فيما يفتقدون إلى وجود هذه الحاضنة جنوبا حيث تدور الاشتباكات منذ 4 أيام. الموقع بوست يذهب للحديث في أحد تقاريره عن محافظة كانت دائما محطة مهمة في تطور الأحداث وعنون الموقع: عمران بؤرة جديدة لتبادل الاتهامات بين جناحي الانقلاب. وقال الموقع أن المحافظة شهدت مواجهات شرسة بين الطرفين في مديريتي خمر وبني صريم التابعة لقبيلة حاشد. ويقول التقرير أن عمران من حيث التواجد والتأييد الشعبي يفتقر الحوثيون فيها للحاضنة الشعبية، وتظل أماكن تواجدها محصورة في أجزاء بسيطة من المديريات الشمالية للمحافظة، إلا أن أهميتها الاستراتيجية لميليشيا الحوثي تتمثل في الجانب الجغرافي وليس كحاضنة شعبية. وعقب اندلاع المواجهات في عدد من أحياء وشوارع العاصمة صنعاء، تزامنت معها تحركات قبلية في العديد من المديريات الشمالية لمحافظة عمران، كان أبرزها مديريتي خمر وبني صريم اللتين شهدتا مواجهات عنيفة بين شيخ قبلي موالي للمخلوع صالح وميليشيا الحوثي. لا يدار اليمن من صعدة ولا تدار صنعاء من طهران. قطار الحوثيين مثقل بالألغام التي تنفجر تباعا باليمن وبركات القطار أنفسهم. هذا مقتضب من مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل، مضيفا في أجزاء من المقال: لا يكفي أن تلتهم السلطة مستفيدا من تصدعات داخلية وتحريض خارجي، ومن عادة السلطة أن تعود إلى التهام منحازها بأسلوب الكسر والخلع، ثم إن غابت البنادق لا تعوض الافتقار إلى الشرعية، وشعارات الطنانة لا تنجح في إخفاء الافتقار إلى برنامج يليق بدولة. ثمة فارق كبير بين المسلحين التائهين في شوارع العواصم والقرارات التي يفترض أن تخفف آلام الناس لا أن تضاعفها. لا يكفي أن تستولي على قصر الرئاسة ووزارة الدفاع ووزارة الإعلام وترسانة الحرس الجمهوري. الناس هم مصدر الشرعية وليس الأمنية، وأول شروط الشرعية أن تأتي من قاموس الناس لا من قاموس غريب على طبيعتهم وانتماءاتهم وجذورهم. وتقول التجارب إنه ليس من حق أقلية أن تفرض سلطانها بالقوة وأن تفرض لونها على مجتمع يتمسك بلونه، وأنه ليس من حق من يلتهم السلطة في غفلة أن يدفع الناس إلى مغامرات باهظة في الداخل والخارج، مغامرات تحول البلد حطبا في الحريق الإقليمي وتنزل أفدح الخسائر، خصوصا بمن تدعي التحدث باسمهم
وتزعم رفع الظلم اللاحق بهم. أهم ما كشفته الأحداث الحالية في صنعاء هو أن ما عاشته هذه المدينة منذ اقتحام الحوثيين لها في 21 من سبتمبر 2014 كان غريبا ومخيفا ومصطنعا وبلا جذور حقيقية. بدأت المشكلة حين قرر الحوثيون اقتياد البلد إلى لغتهم وأسلوبهم ومنطق الميليشيات الذي يتحدى المكونات الأخرى في الداخل ويتحدى علاقات اليمن الطبيعية بالخارج. موقع المصدر أونلاين قال بأن الحوثيين أعادوا تشغيل قناة صالح اليمن اليوم تحت إشراف وزارة الإعلام التابعة لهم، والتي قالت بأنها أعادت تشغيل قناة اليمن اليوم المملوكة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن القناة ستخضع إلى إشرافها. وقال بيان للوزارة بثته القناة نفسها إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إسكات أبواق الفتنة، ونؤكد لكافة أبناء الشعب بأن الوزارة منذ هذه اللحظات أو منذ هذه اللحظة ستشرف على قناة اليمن اليوم لضمان تأدية الدور الإعلامي المنشود منها. قال البيان المقتضب: نعد جماهير القناة بأن يكون هناك نقلة نوعية على المستوى البرامجي والفني لشكل ومضمون الرسالة الإعلامية عبر قناة اليمن اليوم. ويواصل الحوثيون احتجاز مدير القناة والعشرات من الموظفين في مقر القناة منذ اقتحامها مساء السبت، ويرفضون الإفراج عنهم. عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى نطالع منها. المحافظ البحسني يقول: الحكومة حولت لأول مرة نسبة حضرموت من عائدات النفط. وعنوان أيضا: توجيهات للجيش الوطني من العمليات المشتركة للتقدم نحو صنعاء من عدة محاور. وعنوان أيضا من لحج: إصابة مدير أمن لحج برصاص أفراد الأمن. وميدانيا أيضا: الجيش يستهدف مواقع الميليشيا في جبل الصن ومعارك عنيفة في موزع والهاملي غرب تعز. انقلاب داخل الانقلاب. تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: من المعروف عن صالح قدرته على نقل البندقية بما يتماشى مع مصالحه، ومن الواضح أنه اليوم لم يعد يرى هذه المصالح مصانة مع الحوثيين، ويبدو أنه قرأ أيضا مأزق التحالف العربي في اليمن في ظل العجز عن تحقيق أي إنجاز ميداني والضغط الدولي الناجم عن تفاقم الأزمات المعيشية في صنعاء إثر الحصار المفروض من السعودية والإمارات تحديدا. ومن الجلي أن صالح قرر في هذه المرحلة عرض خدماته لإنقاذ السعودية من ورطتها، فالانتفاضة التي أعلن عنها لا يمكن أن تكون معزولة عن اتصالات وتحالفات جديدة أمنها صالح، فهي ليست قفزة في الهواء يقوم بها صالح الذي يلقب بالراقص مع الأفاعي، هي رقصة جديدة قرر صالح القيام بها هذه المرة لحساب السعودية والإمارات. على هذا الأساس فإن حسابات صالح في انقلابه الجديد تخدمه في الداخل والخارج. بدأت الأحوال تتغير في اليمن وبات للحرب وجه آخر، غير أن الأمور في بدايتها سيما وأن الحوثيين يعولون على الدعم الإيراني والذي قد يأخذ أشكالاً متعددة سواء عبر السلاح أو عبر إيفاد مقاتلين من لبنان أو العراق، بعدما استتبت الأمور لهم في سوريا والعراق إثر إعلان القضاء على داعش. الانقلاب الجديد داخل اليمن أو الانتفاضة بالتأكيد لا تعني نهاية المأساة، بل بدأ كتابة فصل جديد قد تكون تداعياته أكبر على اليمنيين. موقع سبتمبر نت تحدث عن المواجهات الدائرة والتي لم تتوقف منذ أعوام، وعنوان الموقع: البيضاء، معارك عنيفة بالزاهر وميليشيا الحوثي برداع تسحب مقاتليها إلى صنعاء. وقال مصدر ميداني لسبتمبر نت إن المقاومة في آل حميقان بمديرية الزاهر شنت هجوما على مواقع الميليشيا بكافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبحسب ما ذكر المصدر فإن المعارك ما زالت على أشدها حتى لحظة كتابة الخبر، ووسط خسائر بشرية في المعدات تتكبدها الميليشيا. لذلك قامت ميليشيا الحوثي بسحب عشرات الأفراد التابعين لها من محافظة البيضاء ونقلهم إلى متن 25 طقما من مدينة رداع باتجاه محافظة دمار. وذكر المركز الإعلامي للمقاومة البيضاء أن أبناء البيضاء دعوا إلى مواجهة كافة
عناصر ميليشيا الحوثي حتى لا يقوموا بمساندة أفرادهم بالعاصمة صنعاء. ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. تقول سارة فيليبس الخبيرة في الشؤون اليمنية في مقال كتبته في صحيفة الجارديان: حكم صالح دائما عن طريق خلق البلبلة والأزمات وأحيانا زرع الخوف في أوساط الذين يمكن أن يتحدوه. وجاء ذلك في تقرير مطول نشرته شبكة البي بي سي بعنوان علي عبد الله صالح والرقص على رؤوس الثعابين. وقالت الشبكة: لم تكن سيرة صالح الذاتية سوى مسلسل من التحالفات ثم الانقلاب على تلك التحالفات، وتحالف مع الجنوبيين وحاربهم، وحارب الحوثيين وتحالف معهم، وكذلك الحال مع السعودية التي تحالف معها وتلقى العلاج في مستشفياتها ثم حاربها ثم عاد ليعرض فتح صفحة جديدة معها. وقالت البي بي سي: تصاعدت مؤخرا حدة الخلافات والتهديدات بين صالح والحوثي إثر اتهام الأخير للرئيس اليمني السابق بالاتفاق سرا مع التحالف العربي بقيادة السعودية للانقلاب على الحوثيين وإدخال عن أنصاره القبليين للعاصمة صنعاء بغرض السيطرة عليها وفك الارتباط مع الجماعة. وأوردت الشبكة البريطانية تصريح لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي قال فيه: إن هناك علامة تعجب كبيرة تصل بحجم جبل حول عمل البعض ممن تتماهى سلوكهم أو تتماهى سلوكياتهم مع سلوك قوى العدوان في الرياض وأبو ظبي. وتتابع البي بي سي: خلال أحداث الربيع العربي أثبت صالح أنه الأكثر عنادا ضمن الزعماء العرب في مواجهة الثورات. يرصد تقرير خاص بالعرب الجديد الحياة أثناء معركة صنعاء ويقول العنوان: صنعاء بلا أسواق، المعارك تغلق المخابز والمتاجر والأسعار تشتعل. وقالت التفاصيل إن مظاهر الحياة تعطلت بشكل شبه تام في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل استمرار الاقتتال الدائر منذ الجمعة الماضية بين مسلحي ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، حيث أغلقت المخابز والمحال التجارية والمطاعم أبوابها وخلت الشوارع من السيارات والمارة. ويضيف التقرير: تسود المدينة أزمة خانقة في البنزين والديزل والغاز المنزلي لتقفز الأسعار بنسبة تصل 100% وليسيطر الهلع على المواطنين من هذه التطورات. وعن حركة النزوح داخل المدينة قالت الصحيفة إن عشرات المركبات شوهدت وهي تنقل أسرا وأثاثا من مناطق جنوب العاصمة إلى شمال المدينة، وازدحام السكان أمام محال المواد الغذائية والخضروات وغاز الطهو لشراء مؤونة من الطعام تحسبا لتوسع المعارك. وأغلقت جميع البنوك الحكومية والتجارية أبوابها. وقال مسؤول في بنك التجاري للعربي الجديد إن القرار جاء بالاتفاق بين رؤساء البنوك في العاصمة خشية حدوث أعمال نهب وسطو مسلح، كما تم إغلاق جميع أجهزة الصراف أو الصراف الآلي في المدينة. فرصة اليمنيين أن يستعيدوا وطنهم، تحت هذا العنوان كتب جمال بن نون مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في أجزاء من المقال: اليمن من أعرق البلدان العربية وأكثر قبائله تتمتع بالنخوة والغيرة على أوطانها وشعوبها، ومنذ قرون والمواطن اليمني يزرع ويأكل ويصنع ويعمل بنفسه، والتاجر اليمني يعرف كيف يحافظ على زبائنه ويبيع حتى لو ليس لدى المشتري مالا، يقرضك حتى لو لم يعرفك، رحال ويعشق الهجرة، يمتلك من القيم والمبادئ العربية الكثير. كانت اليمن إحدى أهم الوجهات للسياح للتعرف على مبانيها التراثية القديمة والمزخرفة والأكلات الشعبية.
الحرب والصراعات السياسية مزقت المواطن والأسرة اليمنية وحرمته من أبسط حقوقه، وغدا حينما يستيقظ اليمنيون لبناء وطنهم ومستقبلهم سيجدون ألغاما زرعها الإيرانيون من خلال أتباعهم الحوثيين تحت أقدامهم، وسيكتشفون أن مستودعات الغذاء سرقت من قبل الحوثي وأتباعه. أمام اليمنيين مشوار طويل، إلا أنه ليس صعبا إذا أرادوا أن يعيشوا حياة كريمة يستطيعوا إعادة فتح مدارسه التي نهبتها الحرب ولصوص التنمية. وسيعود الأطفال الذين وظفهم الحوثي في معاركه. أمر آخر من الضروري أن يتم حسم المعركة سريعا، ويجب تقديم الدعم والمؤازرة، وأن يتفرغ اليمنيون لانتشال بلادهم من الخطر الذي كان مسيطرا عليهم، إذ لا شيء يقف أمام الإصرار والتحدي. ومتى ما أرادت القوى السياسية في اليمن بسط سيادتها ستجد دول الخليج بجوارها تساندها وتعيد بناء ما تهدم. أكثر الأخبار المنوعة انتشارا ما جاء في موقع المستقبل، والذي جاء بعنوان: رضيع بريطاني يحصل على قلب جديد لإنقاذ حياته. وقال الموقع: شهدت مستشفى بريطاني عملية زراعة قلب لأصغر مريض على قوائم الانتظار، رضيع لم يتجاوز عمره 8 أسابيع، ويأمل الأطباء خروجه من المستشفى بحلول العام الجديد. وكانت دعوات لإنقاذ الرضيع تشارلي دوسويت قد عمت جميع أرجاء أوروبا الشهر الماضي بعد ولادته بعيب خلقي، فلم يكن لديه سوى نصف قلب فقط. خضع الطفل الصغير الذي يعاني من متلازمة نقص القلب الأيسر لجراحة استغرقت 9 ساعات في مستشفى فيرمان في نيوكاسل، وشكرت والدته تيرسي رايت العائلة المانحة لإعطاء تشارلي فرصة ثانية في الحياة، وقالت: لقد أعطوا طفلي فرصة ثانية في الحياة، ولهذا سأكون ممتنة لهم للأبد، ويأمل الأطباء أنه سيكون جيدا بما فيه الكفاية لمغادرة المستشفى في بداية العام الجديد. أما صحيفة الحياة فقد أوردت قصة رجل في فرنسا ادعى أنه كان حاضرا أثناء تفجيرات في فرنسا، وعنونت الصحيفة: السجن لرجل زعم أنه أحد الناجين من اعتداءات باريس. وقالت الصحيفة: حكم على الرجل ادعى أنه أحد الناجين من مجزرة مسرح باتاكلون في باريس عام 2015 بالسجن لمدة 6 أشهر بعدما تبين أنه لم يكن قريبا من مكان الاعتداء. وأصدرت محكمة فيرساي في جنوب غربي باريس حكما على سيدريك ري البالغ 29 عاما بالسجن لمدة 2 سنين مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا بتهمة محاولة احتيال على حساب صندوق الضحايا. وزعم ري أنه أحد المسلحين أو زعم ري أن أحد المسلحين صوب سلاحه عليه وأطلق النار، لكن امرأة حامل كانت تمر في تلك اللحظة وتلقت الرصاصات التي كانت موجهة له. وبعد الاعتداء طلب تعويضا من صندوق حكومي لضحايا الإرهاب، لكن طلبه رفض لعدم تقديمه مستندات تؤيد روايته. وانضم أيضا إلى مجموعة الحياة للناجين من اعتداء باريس ووضع وشما لتخليد الحادثة. وشككت الشرطة في أقواله بعد رصد عدد من التناقضات، ومنها عدم وجود حامل بين الضحايا، ثم تتبعت أماكن وجوده تلك الليلة عن طريق بيانات هاتفه النقال، وتوصلت إلى أنه كان على بعد 30 كيلومترا عن المسرح وقت الهجوم، ووصل إلى محيط المسرح حوالي منتصف الليل بعد انتهاء الهجوم. مدير مكتب القدس العربي في عمان بسام البادرين كتب مقالا عن تنقلات المخلوع صالح بين التسميات وبين الحلفاء، وقال في جزء نشر في صحيفة القدس العربي: أخيرا وفجأة على طريقة أبو عنتر تغيرت صفة الرئيس اليمني أبو سبعة أرواح علي عبد الله صالح من مخلوع إلى سابق. عموما بقدرة قادر وبمجرد اشتباكه عسكريا مع الحوثيين الذين أحضرهم داهية اليمن، تحولت لغة نشرة الأخبار في محطة العربية، وحاسبوني إذا لم يحصل ذلك قريبا. العربية ومعها سكاي نيوز تستضيفان فجأة أحمد علي عبد الله صالح في حديث حصري عن مستقبل اليمن والمصالحة والعصابة المسلحة التي اختطفت الدولة. رشق علي عبد الله صالح بلقب الرئيس السابق بدلا من المخلوع يعني أن الدنيا تغيرت قليلا،
ورغم أن جماعة الحوثي اقتحمت مقر تلفزيون اليمن اليوم، إلا أننا نتوقع قريبا الاستمتاع بسحنة الزعيم الحوثي أبو تسريح جنان على فضائيات متعددة، وهو يدعو متسولا الحوار والحلول السياسية. فمن أحضر الدب إلى الكرم عاد إلى العباءة السعودية، وبدأ يلكز الدب ويحرمه من إكمال مسلسل اختطاف بلد انتهكه الجميع. أغلب الظن أن صالح أنجز صفقته، والسعودية فهمت أن الحسم مستحيل، فقررت النزول عن الشجرة بحبل الرئيس المخلوع الذي لم يعد مخلوعا. أريد فقط التذكير بقراءة الفاتحة على أرواح الأبرياء الذين دفعوا في اليمن حياتهم ثمنا في مواجهة لم يشاورهم أحد فيها، لا الحوثي ولا صالح ولا السعودية ولا غيرهم. العالم بدأ استعداداته للاحتفال برأس السنة الميلادية. صحيفة الغارديان البريطانية وعبر مجموعة مصوريها حول العالم نشرت مجموعة من الصور لهذه الاستعدادات، نتابع الصور. بهذه المجموعة من صور وصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، دمتم بخير.